أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة، أهلا ومرحبا بكم في قناة مصر التعليمية. إن شاء الله النهاردة معادنا مع مادة جديدة من مواد التخصص، وهي مادة تاريخ الأزياء. مادة تاريخ الأزياء هي مادة لذيذة جدا ومشيقة جدا وممتعة جدا، نقدر نتعرف على الناس زمان كانوا بيلبسوا إيه قديما وخصوصا في العصور التاريخية. كمان هتفيدنا إزاي نقدر نستغل نوعيات الملابس اللي موجودة في الفترات القديمة، وإزاي نقدر نقتبس منها النهاردة ونعمل موديلات حديثة، وده بنلاقيه ظاهر كتير خصوصا في الموضة العالمية. يعني بنسمع دايما عن بيوت أزياء عالمية مقتبسة الأزياء بتاعتها من فترات تاريخية مختلفة. برضو لما بيطلع موضة جديدة، لما نيجي نشوفها ونلاقي حاجة مميزة ليها، لازم لو أنا متخصص في مجال الملابس أكون على علم ودراية، هل هي فعلا حاجة جديدة ولا المصمم الأزياء أو بيت الأزياء اقتبسها من فترة تاريخية سابقة. فهي مادة لذيذة جدا ومشوقة جدا زي ما قلنا، بتعتمد على نوعيات الخامات، الألوان، المناسبات اللي بتستخدم فيها نوعيات الملابس دي في كل فترة وفي كل مرحلة من مراحل التاريخية القديمة. الهدف من دراستنا الترم ده للتخصص في تخصص الملابس الجاهزة لمادة تاريخ الأزياء هي هكون دراسة العصور التاريخية بداية من العصور الوسطى وعصور عصر النهضة. الكلام ده بيبدأ معايا من إمتى؟ بيبدأ معايا من القرن ال 12. القرن ال 12 يعني بيبدأ معايا من سنة 1100. الكلام ده، هل الكلام ده في مصر أو في الشرق الأوسط أو في الاتجاه العربي؟ لا، احنا بنتكلم على عصور الوسطى في أوروبا. تمام، يبقى احنا ان شاء الله السنة دي هندرس القرون اللي موجودة معانا، قرون العصور الوسطى وعصور النهضة، بتبدأ معايا من القرن ال 12. الكلام ده كله في اوروبا. طيب ايه كمان احنا هندرسه؟ هندرس من القرن ال 12 لحد القرن ال 18. ان شاء الله في الترم الاول بتاعنا هندرس من القرن ال 12 للقرن ال 16، وهنعرف ايه اللي بيميز كل قرن وايه اللي بيميز كل نوعية من نوعيات الملابس لابس في قرن معين عن القرن الذي يليه. وطبعا كلمة قرن معناها ان هي بتضم معايا 100 سنة، يعني كل 100 سنة هنعرف ايه المميز في نوعيات الملابس فيها. الترم التاني ان شاء الله هندرس مع بعض القرن ال17 وال18، وبكده احنا هنقف لنهاية القرون بتاعتنا. طيب بعد كده عندي باب تاني بيقول لي ايه هي اللي استفدناه او ايه اللي نقدر نقتبس منه، او ازاي مصممين الازياء زي ما احنا قلنا قدروا ان هم يقتبسوا من الازياء التاريخية دي في ملابس حديثة النهاردة. وده اللي هنشوفه بعد كده ان شاء الله، هنلاقيهم اقتبسوا مرة على حسب نوع المناسبة، مرة على حسب التصميم، مرة على نوع الخامة المستخدمة، مرة عن طريق استخدام الألوان اللي كانت موجودة في الفترة دي، وهكذا. طريقة التشطيب والحياكات أو تقفيل القطعة نفسها دي طرق مختلفة لاقتباس مصممين الأزياء أو دور أو بيوت الأزياء العالمية للأزياء الحديثة من الأزياء التاريخية القديمة، وهناخد أمثلة على كده إن شاء الله. طيب إيه كمان هندرسه مع بعض؟ هندرس مدارس الفن الحديثة. ومدارس الفن الحديثة بنوعياتها المختلفة، هي ما كانتش في بدايتها بتخص الملابس، هي بتخص اللوحات الفنية اللي بيقوم بيها المصورين، اللي بيقوم بيها الفنانين والرسامين. وازاي احنا قدرنا كمصممين ازياء ندخل مدارس الفن الحديثة في نوعيات الملابس والازياء والتصميمات والموديلات الحديثة فيها؟ ازاي قدرنا نقتبس من مدارس الفن الحديثة دي، سواء كانت تأثيرية أو تكعيبية أو سريالية أو فن الخداع البصري أو أي نوع من نوعيات المدارس الحديثة، إزاي قدرنا نقتبس منها كمصممين أزياء أو متخصصين في ملابس في مجال الملابس الجاهزة في نوعيات الملابس الحديثة؟ إن شاء الله تستمتعوا بالمادة وتستفيدوا منها، وتقدروا كمان تنفذوا منها منتجات تناسبنا
النهاردة. في بداية حلقتنا برضو انا مش حابة ان احنا ندخل في القرن الـ12 كده على طول، حابة ان احنا نعرف طالباتنا وطلابنا هل ما كانش في موضة او ما كانش في نوعيات ملابس مميزة قبل القرن الـ12 في اوروبا؟ هل الشرق الاوسط ومصر وكل الحضارات القديمة دي ما كانش ليها نوعيات مميزة خاصة بيها؟ لا طبعا كان في حاجات مميزة جدا خاصة بيها، وخصوصا الحضارة الفرعونية. يعني على سبيل المزاح أو الهزار، في نوعيات من الطلاب تقول هو يعني كانوا بيلبسوا إيه، دي مجرد قطعة من القماش بتتلف حوالين الجسم. لا خالص خالص خالص، بالعكس. يعني أنتوا لو تفتكروا أو لو متابعين حاجة زي كده، في بيوت أزياء عالمية ساعة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اتعمل عليها عروض أزياء عالمية مقتبسة من نوعيات الملابس ومن الألوان ومن كل ما هو موجود، حلي واكسسوارات في مقبرة توت عنخ آمون اتعمل عليها تصميمات وعروض أزياء عالمية وكانت مشهورة جدا. كمان من فترة قريبة، وده حدث عالمي فعلا وبيرفع رأس مصر عليه حقيقي، هو موكب نقل المومياوات. ده لو تشوفوا الاحتفالية اللي حصلت الكبيرة وكانت مبهرة للعالم كله بسبب استخدام المصريين مهاراتهم، وان العمل كله كان من بدايته لنهايته خاص بالمصريين، هنلاقي ان نوعيات الإضاءة، الهيئة الخاصة بالنقل نفسها، التصميمات اللي اتعملت للديكورات، للإضاءة، لعربيات النقل، للتصميمات الخاصة بالملابس، نوعية الموسيقى اللي كانت موجودة، كل ده كان ممتع وكان مقتبس من الحضارة المصرية القديمة أو نوعيات ملابس الحضارة المصرية القديمة اللي هي الحضارة الفرعونية. معنى كده إن مش معنى إن احنا بندرس من القرن الـ12 في العصور الوسطى فقط هي دي بداية الموضة أو هي دي بداية نوعيات الملابس المميزة، لا بالعكس، احنا عندنا في التاريخ بتاعنا سواء كان المصري أو في دول الشرق الأوسط كله أو في شرق آسيا وخلافه، في عندنا حضارة فرعونية موجودة في مصر، في عندنا حضارة أشورية موجودة في العراق، أشورية وسامورية وبابلية، في عندنا العصر اليوناني برضو نوعيات الملابس اللي فيه مميزة جدا، العصر الروماني برضو اختلاف جديد، موضة جديدة، نوعيات صبغات وألوان جديدة. في بعد كده عندي العصر البيزنطي، والعصر البيزنطي ده فيما يقابل القبطي في مصر والشرق الأوسط، كان هناك موجود البيزنطي، وقد إيه الطرف ونوعيات الألوان الحديثة اللي موجودة فيها أثرت على نوعيات الملابس المختلفة. برضو العصر القبطي موجود عندنا في مصر أو في كل الجهات اللي كان منتشر فيها الديانة المسيحية أو الأقباط الموجودين في مصر، في نوعيات ملابس ونسيج مشهور مخصص بتلك الفترة. طبعا برضو بعد كده الفن الإسلامي ونوعيات الملابس واختلافها وأشكالها وألوانها وأحجامها في كل فترة من الفترات الإسلامية، سواء كانت فاطمية، أموية، عباسية، مملوكية، لحد ما وصلنا للعصر العثماني. فالمعنى ان احنا بنبتدي من القرن الـ12، مفيش قبل كده، لا فيه. هناخد مع بعض كده فكرة بسيطة بشكل عام، نتفرج بس حتى على النماذج مبسطة خالص من نوعيات الملابس اللي كانت في الفترة دي، ونبدأ بعد كده إن شاء الله الشرح بالتفصيل للقرن الـ12. نشوف كده مع بعض في بدايتنا، هنشوف العصر الفرعوني. بصوا كده بتبقى عندي نوعيات مختلفة في فعلا في نصفية وفي نقبة، وفي هنلاقي الجلباب، هنلاقي في حاجة اسمها الإزار، هنلاقي في عباءة. شايفين برضو حضراتكم، شايفين الجمال بتاع العصر الفرعوني، شايفين الكسرات دي كلها، الكسرات المتتالية اللي هو معروف النهاردة باسم البليسي، ده كله كان موجود من أيام العصر الفرعوني. شايفين الزخارف اللي موجودة، كل ده في التاريخ الفرعوني. العباءة موجودة، شايفين أشكال النصفيات المختلفة، شايفين النقبة. مش شايفين هنا قد ايه التميز في ان انا استخدم الدعامات اللي موجودة في تأثير الداخلي للملابس؟ قدرنا او قدر الفراعنة ازاي يعملوا بالدعامات الداخلية الشكل للنصفية مختلف بيتميز بالشكل الهرمي. نيجي بعد كده للعصر اليوناني، وهنلاقي نوعية تانية، اليوناني او الاغريقي، هنلاقي نوعية تانية من نوعيات
الملابس برضو هنلاقي فيها، هنا هنلاقي في حاجة اسمها الخيتون القصير طبعا منه والطويل، او بنسميه الخيتون الايوني، وده بيبقى طويل. هنلاقي فيه نوعيات عباءة مختلفة، هنا ده في الدور بالنسبة لملابس النساء اللي هو الخيتون الدوري او الخيتون برضو الايوني. هنلاقي فيه عباءات مختلفة موجودة معانا، في عندنا في العباءات الخاصة بالحروب وغيره، في عندي الكلامس، وكانت العباءة الكبيرة اللي ملفوفين بيها، اللي هي اللي أحيانا كانوا بيستخدموها في تغطية أجسادهم ويتغطوا بيها بالليل كمان التدثر للنوم، كانت بنسميها الهيماتيوم. في بعد كده العصر الروماني زي ما هنشوف مع بعض كده، برضو نوعيات مختلفة تانية من الملابس، هي امتداد. احنا عايزين نقول ان نوعيات الملابس على اختلاف العصور هي ما بتطلعش موضة لوحدها، هي ما بتطلعش موضة لوحدها كده منفردة، لا هي نتيجة لتتابع العصور التاريخية ورا بعض، تتابع للعصور التاريخية. يعني ما عنديش موضة مميزة منفردة بيها قرن لوحده إلا لما يكون ليها سابق موجود. هو ممكن نكون طورنا زودنا قطعة جديدة، لكن عصر من العصور يبقى منفرد تماما بنوعيات الملابس خاصة بيه، لا طبعا دي ما بتحصلش. فهو التميز أو اللي موجود أو التطور أو الموضة اللي موجودة في العصور دي نتيجة لعصور سابقة ليها. نشوف مع بعض كده، برضو هنلاقي تكرار تاني للعباءة اللي ملتفين بيها في العصر الروماني زي ما قدام حضراتكم كده، اللي هي الهيماتيوم، اللي هي العباءة الكبيرة. برضو موجود معانا في حاجة اسمها التونيك، اللي هو زي ما احنا قلنا عليه الرداء قديما. في عندي الدلماسيا اللي هي بتكون قصيرة كده داخلية معايا. ظهر عباءة جديدة بنسميها التوجة، ودي أهم ما يميزها، اللي هو الشريط المزخرف على الحروف بتاعتها دي. التونيك او الدلماسيا موجوده عندي من تحت اهي، اللي هي على شكل تقريبا الجلباب اللي كانت موجوده في العصر الفرعوني، وزودنا عليها اشرطه بس موجوده بخطوط طوليه. برضو هنا نوعيات ملابس تانية عندنا، هيظهر برضو في ملابس النساء ابتدى يظهر حاجة اسمها الطرحة والاستولة، نوعيات العباءات المختلفة الموجودة، في حاجة اسمها البالودامنتوم، كل ده بيظهر معايا في نوعيات الملابس المختلفة. نيجي بعد كده للعصر البيزنطي، طبعا خير دليل عليها طبعا الامبراطور اللي موجود قدامنا والحاشية اللي حواليه او طاقم القصر كله حواليه، وده بيظهر نوعيات الملابس بلا منازع يعني في كل تفاصيلها. هنلاقي موجود عندنا التونيك والدلماسيا برضو ممتدين معانا، هنلاقي حاجة اسمها الكلوبيوم، هنلاقي العباءات المختلفة، هنلاقي التوجة موجودة معايا بس ابتدت الزخارف تزيد عليها، ابتدت المجوهرات تبقى موجودة اكتر. في عندي اللورم برضو، وهنا في ملابس النساء نوعيات برضو مختلفة، امتدت معايا الاستولة والتونيك والدلماسيا، وظهرت معايا رجعت معايا عباءة البالة تاني. كل نوعيات الملابس دي مع اختلاف الزخارف وإذا كانت هتكتر معايا أو هتبقى قليلة. من خلال الفترات اللي فاتت اللي هي الثلاث فترات اليونانية والرومانية والبيزنطية، هتلاقيها زي ما قدام حضراتكم كده قريبين جدا من بعض في نوعيات الملابس. يمكن اليوناني فيه شوية من الفرعوني، لكن بعد كده هنلاقي الثلاث فترات يوناني وروماني وبيزنطي مرتبطين أكتر ببعض في مسميات حتى نوعيات الملابس. بس هنلاقي في العصر اليوناني كان أهم ما يميز فيه إن الملابس فضفاضة، الملابس بتدي سماحية لدخول الهواء والشمس للجسم، يعني في مناطق في الجسم يعني مش مغطيها نوعيات الأقمشة بشكل كافي عشان ياخد الجسم الطبيعة اللي حواليه الشمس والهواء. نيجي بعد كده في العصر الروماني هنلاقيه ما اختلفش كتير عن العصر الروماني، أو ما زودش يمكن حاجة غير التوجة نتيجة للحروب والتوسعات اللي كانت موجودة في العصر الروماني، فما كانوش بيهتموا
بالملابس الى حد كبير، الا في نظام التوجه اللي ظهرت. جينا بعد كده للعصر البيزنطي، وده كان الثراء كله موجود فيه، فكانت بتزيد عليه الزخارف والمجوهرات والحلي وخلافه. نيجي بعد كده للعصر القبطي، شايفين حضراتكم دي بتبقى نوعيات الملابس الموجودة فيه. ظهرت معايا اهم حاجة التونيك او القميص، وده بيشبه الدلماسيا الى حد ما اللي كانت موجودة في الفترات السابقة، طبعا مع اختلاف الزخارف اللي موجودة على الاشرطة بتاعته. شايفين حضراتكم في عندي عباءة موجودة كانوا بيلبسوها الكهنة، برضو في امتداد البالو دامنتوم، في ظهر عندي الشال والطرحة برضو اللي كانوا بيغطوا بيها راسهم. في عندي بعد كده ابتدت تقل المساحة وبقى عندي كوفية زي ما هو قدام حضراتكم ظاهر. جينا بعد كده للعصر الإسلامي، وطبعا احنا مش هنقدر نلم العصر الإسلامي بالكفاية، لأن هو طبعا لوحده متقسم معايا لعصور تاريخية كتيرة موجودة جوه، زي ما احنا قلنا عباسية وأموية ومملوكية وفاطمية، ووصلنا لحد العثماني. فطبعا احنا مش هنتطرق لده كله، احنا بس بندي فكرة. بس طبعا أهم ما كان بيميزه الموجود العمامة، الطبقات كتير من نوعيات الأقمشة أو المنتجات فوق بعضها بترتدى، طبعا بتتربط بحزام، أحيانا كان بيبقى فيه زي شال أو معطف كبير، مش معطف يعني، بس بتبقى عباءة كبيرة ممكن الحاكم بيخلعها وبيديها هدية لحد عمل حاجة مميزة. طبعا اختلاف أحجام العمامات، الكوفية اللي كان متعارف عليه أو مازال متعارف عليه، الجبة والقفطان وخلافه من نوعيات الملابس دي. في برضو الزخارف هنلاقيها اختلفت اللي موجودة على الأقمشة زي ما قدام حضراتكم كده، مع اختلاف أشكال القبعات اللي لابسينها أو العمامة اللي لابسينها وطريقة لفها. شايفين حضراتكم بتختلف معايا بكده. احنا بس ادينا فكرة مبسطة عشان ما يوصلش للطلبة فكرة ان الموضة او كل ما هو جديد او كل ما هو مبدع في مجال الملابس وتصميم الملابس كان بداية بس من القرن ال 12. لما هنيجي نشوف مع بعض بداية القرن ال 12 بتاعنا، وهنشوف برضو هم اقتبسوا نوعيات الملابس بتاعتهم من ايه، او ابتدوا يعرفوها من فين، او الشكل المميز بتاعهم فين، هنراجع هنفتكر كده نقول اه انا شفت الصورة دي قبل كده، انا اخدت بالي من الجزئية دي قبل كده. حاولنا على قد ما نقدر ان شاء الله هنشرح بشرح مبسط وندي فكرة من خلال صورة بسيطة توضح الشرح اللي احنا قلنا عليه، وهيبين قد ايه ان هو برضو امتداد للعصور السابقة. تمام، نشوف مع بعض كده. العصور الوسطى بتبدأ معايا من القرن ال 12 بتمتد معايا للقرن ال 15. في الفترة الأولانية اللي احنا هندرسها مع بعض دلوقتي بنسميها العصر القوطي. القرن ال 12 بيبدأ معايا زي ما قلنا في بداية حلقتنا من ال 1100، سنة 1100 لحد ال 1200. نشوف مع بعض كده اهي العصور الوسطى في أوروبا اللي احنا بنسميه الفن القوطي. القرن ال 12 بيبقى معايا من سنة 1100 ل 1200. بيقول لي في كل حقبة، اللي هي فترة زمنية، كلمة حقبة معناها فترة زمنية، بيبرز نمط معين للتصميم، يعني بيظهر عندي شكل مميز لتصميم ملبس معين أو خاص بعمارة معينة أو لفن معين. احنا هنا بنتكلم بوجه عام عن الفترة نفسها. بيقول لي ومنه يستدل على مدى تطور ونهضة العمران البشري في ذلك العصر، يعني من خلاله بنقدر نعرف الفترة دي متطورة ولا مش متطورة في نوعية الفنون. زي ما لسه كنا قايلين عن العصر الروماني، كان مميزين جدا او مشغولين جدا بالفتوحات والحروب اللي كانوا موجودين بيعملوها عشان يوسعوا الرقعة اللي كانت موجودة في الفترة دي اللي هي الخاصة بالمملكة الرومانية، فكان الاهتمام كله بالحروب وليس بالفنون ونوعيات الملابس، عشان كده كان تكرار للعصر اليوناني مع زيادة بسيطة. هل ده موجود في كل العصور؟ لا، بنقول في احيانا بيبقى الاهتمام كله بالنوعيات
الملابس والفنون المختلفة، قد تكون في العمارة، قد تكون في الزخارف، قد تكون في مجال الملابس والنسيج، فعلى أساسها بنعرف الفترة دي أهم ما يميزها إيه. نشوف مع بعض كده، بنقول فهنا هنلاقي ان العمارة القوطية دي مميزة جدا. ازاي؟ بيقول هي مرحلة من مراحل العمارة الأوروبية التي تميزت بإيه؟ بأشكال هيكلية مميزة في أواخر القرون الوسطى، وخاصة من منتصف القرن الثاني عشر الميلادي، وعلى أساسها اسم القوطي أطلقوا عليه المثقفين الخاصين بالنهضة الإيطالية. طب يعني إيه القوطي؟ هنشوف بعد كده لما هنيجي نكمل التعريف بتاعنا، هنلاقي إن هي أهم ما يميزها أعمدة الكنائس المرتفعة الشاهقة العمودية، وفي نهايتها كده مثلث أو شكل مدبر. يبقى أهم ما يميزها الكنائس أو أعمدة الكنائس الطويلة الشاهقة المرتفعة وفي نهايتها الشكل المدبب أو المثلث من فوق، فده كان بيميزها، وهنلاقيه بعد كده بيظهر في تصميم الملابس. نكمل مع بعض. بيقول وقد تأثر تصميم الفترة القوطية من العمارة الرومانية والعصور الوسطى، اهو ده اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو بيكون امتداد للعصور السابقه وليس هو فريد بنوعه. يبقى الثقافه او التصميمات اللي موجوده في الفتره الحاليه اللي هي القرن ال 12 هي مش وليده القرن نفسه، يعني مش ظاهره من عنده نفسه، لا هي امتداد لحضارات سابقه، وزي ما شفنا الحضاره الرومانيه. نكمل مع بعض. بيقول لي ولكنه شهد، يعني ظهر فيه نهضة يعني تطور قبل ظهور نمط التصميم الفيكتوري اللي احنا هنشوفه بعد كده في باقي العصور اللي جاية ان شاء الله. نيجي بقى كلمة القوطي نفسها، يعني ايه كلمة القوطي؟ هنشوف مع بعض كده. كلمة القوطي معناها المدبب او البربري، المدبب زي ما قلنا اللي موجود عندي في نهايات الكنائس اللي موجودة في الفترة دي أو المبنية في الفترة دي، حيث كان تصميم المباني القوطية من عمل البنائين الذين كان لديهم معلومات هندسية، تمام؟ هندسية تبع للمعمار، تمكنهم من قيادة العمال المهرة في كل مواقع العمل، في المحاجر والحدادة ومواقع البناء اللي هم استخدموها في مجالات مختلفة، في نوعيات مختلفة، سواء كان في الأبنية المعدنية أو الخشبية أو البنايات نفسها اللي هي مبنية عن طريق الطوب وخلافه. قدروا إن هم يكون ليهم فكر مميز على أساسه وخلوا العمال يشتغلوا بنفس النظام، واللي هيأثر بعد كده على مجال الملابس. نشوف مع بعض. بيقول لي وتعد الكاتدرائيات القوطية اللي هي الكنائس الكبيرة اللي موجودة في الفترة دي هي هدية تاريخية للمجتمع الأوروبي الحديث، طبعا نتيجة للطراز المميز في تلك الفترة اللي هو بيميزها عن غيرها، فضلا عن تمثيل حقيقي لقدرة الإنسان الأوروبية في الهندسة والتصميم، كما شكلت دعامة لنهضة التصميم المعماري، وهو من أفضل أمثلة ليها الكاتدرائية اللي معروفة باسم نوتردام دي الموجودة في باريس حاليا. نيجي بقى نتكلم على نوعيات الملابس وقد إيه تأثر نوعيات الملابس في تلك الفترة بالفن القوطي أو العمارة القوطية اللي ميزت القرن ال 12 عن غيره من القرون السابقة ليه. نشوف مع بعض. بيقول لي في معظم العصور الوسطى المبكرة زي ما احنا شايفين مع بعض كده كانت الملابس التي يرتديها الرجال والنساء من طبقة النبلاء، النبلاء اللي هم علية القوم سواء كانوا النبلاء والوزراء، الطبقة الخاصة بالحكم وما يليها وليس عامة الشعب. نشوف كده مع بعض. يرتديها الرجال والنساء من طبقة النبلاء تتشابه في نمط أساسي مع الملابس التي يرتديها الطبقات العاملة. يعني هنا بيقول لي ده كان شبه ده في الفترة دي، كان ده شبه ده، ولكنها كانت مصنوعة، هنا بقى اللي بيميزها هو، من نسيج متقن، يعني ده اللي بيخليها تختلف عن عامة الشعب، زي ما برضو هتلاقوا موجود في الفترة الحالية تصميمات كبيرة وكتيرة وفيها زخارف كتيرة غالية جدا، وفي نفس الوقت ممكن ألاقيها في محلات تانية بأسعار رخيصة جدا جنب اللي معروفة
طب جت منين رغم ان هو نفس الشكل يمكن نفس اللون كمان، اه بس نوع الخامة مختلفة، نوع الخيط المستخدم في التطريز مختلف. هنا بقى بتفرق معايا اتقان التطريز نفسه او تثبيت الزخارف عليها او اتقان النسيج نفسه، هو ده اللي بيفرق وبيعلي الخامة عن الاخرى، عشان كده ده بيرتديها الملوك والنبلاء عن عامة الشعب او بيخليهم يختلفوا عنها. نكمل مع بعض، يقول لي بألوان كمان، يعني غير ان هي كانت نسيج متقن كمان بألوان اكثر اشراقا واكثر سطوعا، يعني زاهية اكتر، واحيانا مع زخرفة اضافية. ظهر الكلام ده في اواخر القرن ال12 وال13. بيقول لي كما كانت خطوط العمارة القوطية اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها واضحة جدا في الملابس من حيث الخطوط العمودية والطولية اللي احنا كنا بنقول ظاهرة في أعمدة الكنائس والأشكال المثلثة اللي كانت موجودة في نهايتها. بيقول لي هنشوفه ده هيظهر معايا في الملابس. نشوف كده بقى مع بعض، القرن ده بيتقسم معايا لنوعين من الملابس، طبعا ملابس النساء وملابس الرجال. يبقى لازم انا لما هدرس بعد كده في كل قرن هدرس نوعيات الملابس الخاصة بالرجال ونوعيات الملابس الخاصة بالنساء. نشوف مع بعض كده اول حاجة نوعيات الملابس الخاصة بملابس الرجال، هي متقسمة معايا لنوعين من الملابس، ملابس اسمها ملابس رسمية ومجموعة تانية ملابس غير رسمية. طيب بس كده؟ لا، بيقول لي ده كل نوع منها في نوعيات تحتيها مختلفة او مسميات ملابس خاصة بيها. ايه هي نوعيات الملابس دي؟ بيقول لي وليكن في الملابس الرسمية اللي هي المجموعة الاولانية عندي ممكن فيها الدلماسية، كمان الاستولة، في الباليوت، في العباءة، وفي القميص الخارجي. يبقى انا عندي ملابس الرجال بتنقسم لملابس رسمية وملابس غير رسمية. الملابس الرسمية 5 نوعيات من الملابس هي الدلماسية، الاستولة، الباليوت، العباءة، والقميص الخارجي. في كمان عندي الملابس الغير رسمية هو الرداء الداخلي والقميص الخارجي والسيكلاس والتابردة والسروال. يبقى دي نوعيات تانية من الملابس. يبقى عندي 5 نوعيات للملابس الرسمية و5 نوعيات للملابس الغير رسمية للرجال. طيب ايه تاني؟ نقول هنشرح كل واحدة منهم بالتفصيل، بس قبل ما نشرح كل واحدة منهم بالتفصيل عايز اعرف السمة العامة اللي بتميز ملابس الرجال في تلك الفترة. احنا قلنا السمة العامة اللي بتميز نوعيات الملابس بوجه عام في القرن ال12 ان هي بتكون مقتبسة او فيها خطوط اساسية من خطوط العمارة القوطية اللي هي كانت بتعتمد على الخطوط الطولية والعمودية، تمام، نتيجة لنشاط العمارة في تلك الفترة أو نهضة العمارة في تلك الفترة اللي هي عرفت باسم الإيه، النظام القوطي. تمام، جينا بقى بعد كده في ملابس الرجال عايزين نعرف أهم ما يميزها، السمات العامة بتاعت نوعيات الملابس دي إيه. هنشوف مع بعض كده هنعرف إن هي لازم تكون كبيرة الحجم، لازم تكون متسعة، وهكذا. نشوف مع بعض كده، بيقولي تميزت بكبر حجمها واتساعها وطولها. تميزت بكبر حجمها، يعني حجمها كبير، واتساعها متسعة يعني مش ملتصقة بالجسم، وطولها يعني أحيانا بتوصل للأرض وممكن تمتد على الأرض كمان. تمام، بيقولي ومنذ منتصف هذا القرن، اللي هو بيتكلم على القرن ال12، ومنذ منتصف هذا القرن أخذت نهايتها الشكل المشرشر، يعني نهاية المنتجات الملبسية أخذت الشكل المشرشر. يعني إيه المشرشر؟ بيقولي أو ما يعرف بأوراق الشجر. تمام، يبقى أحيانا في نهاية القرن ده كان في نهاية الملابس حاجة بتميزها بتكون مشرشرة أو اللي احنا بنسميه نهايات أوراق الشجر. بيقولي إلا أنها لم تأخذ صفة الانتشار، يعني كانت موضة وليست ما انتشرتش، يعني ما أخدتش صفة الانتشار، ما حبهاش مجموعة كبيرة من الناس فما لبسوهاش كتير، فعلشان كده ما أخدتش صفة الانتشار. يبقى أهم ما يميز نوعيات الملابس في تلك الفترة اللي هو القرن ال12 تميزت بكبر حجمها واتساعها وطولها. تمام، كبر حجمها واتساعها وطولها، وكمان أخدت من النظام القوطي. وقلنا في نهاية القرن ال12 كمان ابتدت يظهر عندي في نهايات نوعيات الملابس نهايات مشرشرة أو أخذت شكل أوراق الشجر ولم تأخذ صفة الانتشار.
طب من أمثلة الملابس دي إيه اللي إحنا قلناها نقط بس عايزين نشرحها نشوف مع بعض كده؟ قلنا هتتقسم ملابس الرجال عندي، أول حاجة كانت الملابس الرسمية للرجال، أول حاجة فيها الرداء الداخلي اللي إحنا بنسميه الدلمسية أو الدلمشية، يعني بيقال بنفس الاسم ده يا إما الدلمسية أو الدلمشية، وهو رداء داخلي للرجال. طيب مميزاته ايه او اشرحه ازاي؟ حاجه كده مبسطه، بيقولي ان طوله بيصل للركبه فقط، بيطرز بالقيود الذهبيه واللآلئ والاحجار الكريمه، وده موجود زي ما هنشوف بعد كده في الصوره اللي معانا، عباره عن اشرطه موجوده عندي في نهايات الاكمام وفي نهايه المنتج من تحت، يبقى هو قميص داخلي او رداء داخلي بنسميه الدلماسيه او الدلماشيه، بيصل طوله للركبه فقط، بنقول ان هو مصنوع من الحرير الازرق، وكان بيطرز على نهايات الاكمام وفي نهايه المنتج نفسه اللي هو الديل، يعني بس بلاش كلمه ديل، يبقى في نهايه المنتج نفسه. نشوف كده مع بعض، ادي المنظر بتاعي، شكله ده شكله قديما، وده لما حاولنا ننفذه بقطعة بديلة ليه بتديني نفس الاحساس. ادي الشكل بتاعي اهو زي ما حضراتكم شايفين، تحسوا ان هو قصير، شايفين الاكمام بتاعته متسعة وتضيق عند الرزق، شايفين الزخارف اللي موجودة في نهاية الاكمام وفي نهاية المنتج نفسه، تمام كده شايفين متسع، وده اللي كان اهم ما يميز ملابس الرجال. شايفين حضراتكم في نهايته كده في جزئية مثلثة، دي متاخدة من ايه؟ متاخدة من العصر القوطي، زي ما قلنا في نهاية الأعمدة بتكون على هيئة مثلث، تمام. وبرضو هنا في الكم تحسوا ان هو برضو مدينا شكل المثلث، وده اللي الاقتباس اللي موجود من فنون العمارة اللي موجودة في الفترة دي. يبقى دلماسيا رداء داخلي بنسميه دلماسيا أو دلماشيا لملابس الرجال، قلنا من الحرير الأزرق، قلنا إن هو بيحلى بزخارف واللؤلؤ والأحجار الكريمة في نهاية الأكمام وفي نهاية الديل، وقلنا كمان إن هو بيكون قصير بيصل إلى الركبة. نشوف المنتج التاني أو نوع الملبس التاني معايا، هو القميص الخارجي. ده بقى بيقول لي طويل، بيرتديه الملوك كقميص آخر مع الدلماسية، يعني بنلبسه فوقيه، بيتميز بكولة مستديرة، محلى يعني مضاف إليه، أشرطة مطرزة على الذراع من أعلى وأطراف الأكمام وفي نهايته، يعني هنا برضو زي الدلماسية بس اتضاف ليه كمان في منطقة أعلى الذراع، كمان موجود الكنار في نهايته اللي هو الكنار اللي موجود تحت أو الشريط المطرز اللي موجود تحت، بيكون أعرض من الموجود على الذراع، أعرض من الذراع والأكمام، وهو بيصنع من الحرير الرقيق. نشوف كده مع بعض الصورة بتاعته اهو، اللي هو اللي لونه ازرق قدام حضراتكم ده، هو طبعا الصورة بيبقى دايما لابسين كذا قطعة فوق بعض، احنا حاولنا بس نجيب صورة ملونة تكون واضحة تظهر اكتر عن اللي موجودة في الكتاب المدرسي. هو ده الطويل اللي لونه ازرق زي ما قدام حضراتكم كده، في كنار عندي من تحت، في كنار موجود اعلى الذراع اهو قدام حضراتكم، وفي كنار تاني موجود في نهاية الذراع، بس يمكن هو مش واضح دلوقتي علشان القطعة الملتفة حوالين الجسم. يبقى تاني هو طويل، ممكن يكون لابس تحته الدلماسية زي ما احنا عارفين لان هو بيرتدى مع الدلماسية فهو طويل، يبقى الدلماسية مش هتبان من تحته، محلى بأشرطة، قلنا اعلى الذراع وفي نهاية الذراع وفي نهاية المنتج نفسه، اللي موجود في نهاية المنتج بيكون اعرض من اللي موجود اعلى الذراع، وقلنا ان هو بيكون مصنوع من الحرير الرقيق، تمام. نيجي نشوف المنتج اللي بعده او النوع الملبس الثالث اللي كانوا بيلبسوه، حاجة اسمها الاستولة. الاستولة، انا عارفة سامعاكم وانتوا بتقولوا ايه الاسامي الغريبة دي، معلش هي المسميات اللي كانت موجودة في الفترة دي بتكون كده، فاحنا نركز مع بعض عشان ما نتلخبطش، لان احيانا هنلاقي في نوعيات من الملابس زي ما قلنا بتتكرر في العصور التالية او في القرون اللي جاية بعد كده، فاحنا لازم نميز كل مسمى تبع القرن بتاعه ونعرف ايه اللي بيميز القرن ده عن القرن التاني في نوعية المنتج ده. فهتظهر معايا الاستولة، ولو تفتكروا احنا كنا قلنا عليها في العصور السابقة في العصر الروماني والبيزنطي، فشوفوا اهو ده تتابع لموضة الملابس. نشوف مع بعض هي عبارة عن ايه، بيقول لي هي ارتداها الملوك حول الرقبة،
تمام، حول الرقبة. طب وبعدين؟ بيقولي بتلف حول الجسم وتأخذ علامة إكس. بتلف حول الجسم وتأخذ علامة إكس. علامة الإكس دي نتيجة اللفة، نتيجة لفها على الجسم. طب علامة الإكس دي بتكون موجودة فين؟ بيقولي على الصدر، تمام، وتنسدل لأسفل. يعني بقيت المنتج، بقيت الأسطولة بينزل معايا لتحت. طيب وبعدين هسيبها كده؟ لا، بيقولي ومثبتة على الجسم بحزام يرتدى حول الوسط. يعني نتيجة اللفة دي بدل ما تفك منه والملك لابسها، بيروح رابط حزام حوالين الوسط عشان خاطر يثبتها. يبقى هي قطعة من القماش بتلف حول الجسم بحيث ان هي تدي علامة الاكس من منطقة الصدر من هنا، والباقي بينزل معايا بينسدل لأسفل سواء كان من قدام او من ورا، وبيتم تثبيتها بحزام حوالين الوسط. طب نشوف الصورة اللي بتوضح لي الكلام ده. اهي زي ما هي قدام حضراتكم. دي كانت موجودة معانا في الصورة اللي فاتت، قلت لكم غير القطعة اللي من فوق، هي دي بقى القطعة اللي من فوق. شايفين اللي مدياني علامة اكس حوالين الصدر، منطقة الصدر اهي. ايوه هي دي اللي هي اللي لونها ذهبي، دي بتلفت حوالين الجسم، ادتني علامة الاكس على منطقة الصدر ونزلت معايا. شايفين بقية الشريط الذهبي اللي لأسفل ده؟ هي دي اللي بتنسدل لأسفل بقية الشريط بتاعي. طيب شايفين برضو حضراتكم الناحية التانية اهي، برضو اتلفت حوالين الجسم وادتني علامة اكس عند منطقة الصدر، والباقي نزل معايا لأسفل سواء من قدام او من ورا. تمام، يبقى هي دي الاستولة. برضو ده شكل تاني، قطعة حاولنا ننفذها بزخارف اهي، بتني شكل اكس وتكمل لفها حوالين الجسم، وهنا برضو نفس الفكرة، والباقي بينزل معايا لأسفل. طيب نيجي بقى لرابع منتج معايا، هو البليوت او رابع نوع من منتجات الملابس الذي كان يرتديها الرجال في القرن ال12. بيقول لي البليوت، ايه الاسم البليوت ده؟ برضو البليوت ده اتكرر معايا في العصور السابقة، بس ايه الشكل المميز ليه؟ بيقول لي ارتداه الملوك كرداء رسمي، تمام، مكون من جزئين. يبقى رداء رسمي بيكون من جزئين، جزء علوي وجزء سفلي، تمام. طب الجزء العلوي ليه اسم تاني؟ قال لي اسمه الكورساج اللي احنا عارفينه ودرسناه، العلوي الكورساج. ماله؟ بيقول لي يأخذ شكل الجسم ويصل طوله حتى البطن. انتوا لو تفتكروا في مادة البطرون كنا دايما بنقول او عرفناها من الرسم البطرونات المختلفة، كلمة الكورساج دي معناها ان هي بتوصل معايا لمنطقة الوسط اللي هي الخصر او منطقة الارداف، تمام. لا، هو ده طويلة شوية عنده، اللي احنا بنعرفها النهاردة باسم الوسط المنخفض او الوسط الساقط، خصوصا في فساتين الاطفال، تمام. هي كانت موجودة عندهم باسم البليوت في القرن ال12. يبقى في اهو، فكروا كده معايا لما هنكمل بعد كده ان شاء الله، احنا قلنا في حاجات مقتبسة من العصور التاريخية. طب ما احنا عندنا قصة الوسط المنخفض اهو جاية من البليوت اللي موجود في القرن ال12. بيقول لي الكورساج بتاعه بيمتد معاه لمنطقة البطن، هو ده بنسميه كله القطعة الاولانية او القطعة العلوية اللي هي الكورساج. طب نكمل مع بعض. بيقولي وينتهي بشكل منحني من الامام والخلف، يعني نهاية الكورساج ده ما بيكونش خط مستقيم، لا بيكون منحني. طب والجزء السفلي ليه اسم تاني اللي هو الجونيلا او بنسميها السيموتيل، الجونيلا او السيموتيل. بيقولي وهو بيتصل بالجزء العلوي عند القصة المنحنية اللي احنا لسه قايلين عليها فوق عند مستوى البطن. طب نشوف الكلام ده. بصوا كده حضراتكم، ادي منطقة، ادي الكورساج امتد معايا لمنطقة البطن وعمل لي شكل منحني زي ما هو ظاهر قدامكم كده، وادي الجزء السفلي بتاعها عبارة عن جونيلا متصلة مع الجزء العلوي في القصة عن طريق القصة اللي موجودة على البطن دي اللي هي المنحنية اللي موجودة قدام حضراتكم. يبقى جزء علوي وجزء سفلي، العلوي الكورساج وبينتهي عند منطقة البطن، وزي ما قدامكم كده في قصة منحنية ومتصلة بالجونيلا اللي هو الجزء السفلي عند تلك القصة. طب نيجي نشوف بعد كده العباءة، ده الزي الخامس، وده كانوا بيرتدوها في المناسبات وكانت بتبطن بالفراء اللي هو الفرو، تمام. بيقول ان ليها كنار، كانت في الفترة دي ليها كنار على الأحرف، يعني في نهايات العباءة نفسها في كنار كده مصنوع من الفرو الثمين يعني الغالي،
تمام، وهي نفسها بتشبك بمشبك كبير على الأكتاف أو الصدر. نشوف الكلام ده، هي قدامكم أهي موجودة، شايفين حضراتكم الملك اهو مرتديها او لابسها، وشايفين المشبك الكبير اللي هو مثبتها بيه عند منطقة الصدر. بنقول احيانا كانت بتبطن بالفرو اللي هو الفراء، وفي طبعا بس هي نتيجة ان هي مرمية لورا فمش ظاهر معانا، في شريط بيبقى مضاف ليها في نهايتها بيكون من الفرو. دي كده كانت النوعيات الملابس الرسمية الخاصة بالرجال في القرن الـ12. نيجي نتكلم على النوع الثاني لملابس الرجال برضو، هي الملابس الغير رسمية. نشوف مع بعض أول نوع فيها كان الرداء الداخلي، والمرة دي ليه اسم تاني، تمام، هو القميص الداخلي أو التونيك أو الشميز اللي احنا بنعرفه النهاردة. لكن الرداء الداخلي في المجموعة الأولانية كان اسمه الدلمسية أو الدلماشية. فاحنا نركز مع بعض، احنا حاليا بنتكلم على نوعية الملابس الايه؟ الغير رسمية، تمام؟ طيب ما الرداء الداخلي ده؟ بيقول لي ان هو جزء هام جدا من الملابس، كان بيطرز يعني في تطريزات على منطقة الرقبة والرزغ، وفي نهايته من اسفل اللي هو عند منطقة نهاية المنتج اللي هي الديل يعني اللي احنا بنتكلم فيه، يعني في تطريز على الرقبة من هنا، وكان في تطريز عند منطقة الرزغ اللي هي المعصم يعني بتاعنا، وفي نهاية المنتج نفسه. طيب بيقول لي بس المرة دي هو اصبح اكثر ضيقا يعني ضاق، انتوا لو تفتكروا قبل كده كان بيبقى واسع وفضفاض، لا هو دلوقتي ضيق. هنشوف مع بعض كده، اصبح اكثر ضيقا وطولا، الاولاني كان بيصل لحد الركبه، لا ده بقى اطول شويه. طيب فتحه الرقبه بتاعته اللي احنا بنسميها الديكولتي، فتحه الرقبه اللي احنا بنسميها الديكولتي مالها؟ بيقول لي دايما يا اما على شكل دائري اللي هو متعارف عليه اللي احنا عارفينه النهارده، او على شكل حرف الفي، تمام، يبقى فتحة الرقبة كانت بشكل دائري أو حرف الفي. الأكمام بتاعتها كانت طويلة، تمام، وكانت ضيقة يعني مرتبطة أو ملامسة للجسم. احنا بنتكلم على الرداء الداخلي في نوعيات الملابس الغير رسمية للرجال. قلنا ليه مسمى تاني، قلنا اسمه التونيك أو الشميز، بنقول ان هو بقى طويل شوية أطول من مكان، بقى ضيق شوية، موجود في تطريزات في منطقة الرقبة والرزغ في نهاية المنتج بتاعي، بقى ضيق الكم بتاعه ضيق، وكمان موجود عندي فتحة الديكولتيه بتاعتي أو فتحة الرقبة يا إما دائرية يا إما على شكل حرف الفي. طيب نشوف مع بعض الكلام، القميص الخارجي اللي هو المنتج اللي بعده، لان مش هنلاقي صورة للقميص الداخلي لوحده، احنا دايما بنلاقيهم مرتبطين ببعض او فوق بعض، فاحنا هنحاول نلاقي صورة ان شاء الله تجمع بين الاتنين زي ما هنشوفها بعد كده. فهنشوف الاول القميص الخارجي، بيقول لي بقى ده بيصل طوله للارض او يتدلى عليها، يعني بيجرجر معاه في الارض، يبقى يا اما بيصل للارض فقط او يتدلى عليها. كمان بيقول لي ان هو محلى باشرطة مطرزة خاصة في نهايته، تمام، وبتكون الأشرطة دي مصنوعة من القماش الذهبي المزخرف بالألوان المتعددة، يعني مطرز بألوان مختلفة والقماش نفسه بيكون ذهبي. الأكمام بتاعته بتكون طويلة جدا واسعة لدرجة إن هي كانت بتغطي اليد تماما، هو نفسه مصنوع من الصوف الناعم أو الحرير الرقيق تبعا لفصول السنة، وكانوا بيرتدوا معها حزام عند الوسط زي ما هو قدام حضراتكم في الصورة اللي قدام. للأسف خلص وقت حلقتنا النهاردة، ما قدرناش نكمل معاكم بقية القرن أو أزياء الرجال للقرن الـ12، إن شاء الله على وعد بلقاء آخر في الحلقة القادمة نستكمل فيها باقي أجزاء ملابس الرجال وملابس النساء للقرن الـ12. أرجو تكونوا استفدتوا بحلقتنا النهاردة، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.